ما تجيش تقول ما اعرفش. قرار مفاجئ من الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى السجل المدني وإلا تعرضوا للحبس والغرامة. قانون الأحوال المدنية من أهم القوانين التي تخص المصالح الشخصية للمواطنين، وتنص المادة 48 من هذا القانون على أنه كل من وصل إلى سن البلوغ وهو 16 عام من مواطني جمهورية مصر العربية عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن. وتنص المادة رقم 68 من هذا القانون أيضا على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه. وفرضت وزارة الداخلية 5 غرامات مالية على المواطنين في حالة التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي: أولا، غرامة 100 جنيه حالة تأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة. كمان غرامة 100 جنيه حال تعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية. غرامة 50 جنيه يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها. دفع غرامة 50 جنيه حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنية أو الزواج أو محل الإقامة بعد مدة 3 شهور من التغيير. غرامة 50 جنيه تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد. طب ايه هي الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي؟ اعلنت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم اعفائهم من تسجيل غرامة او من تسجيل غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي، وهم كالاتي: رقم 1، المرضى بشرط ارفاق بيان طبي يؤكد على نوع الحالة المرضية. 2، ذوي الهمم. 3، كبار السن. الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي: رقم 1، استمارة من السجل المدني. 2، المستندات الدالة على تغيير بيانات الزواج او العمل او الاقامة. 3، يشترط ان يكون متقدم لا يقل عن 16 عام. 4، بيان ميلاد من السجل المدني. 5، عند الذهاب الى تقديم الاوراق يتم اصطحاب ضامن من العائلة الدرجة الاولى. كان معكم احمد حمد عبد الهادي من قناة ضيف.